اهلا بكم في نشرة اخبار السادسه مساء والى العناوين. الاهلي يستأنف تدريباته اليوم. البدري يطالب بتجهيز محارب لمباريات الدوري. اكتمال صفوف المنتخب في معسكر برج العرب. اهلا بكم مجددا والى التفاصيل. استأنف الفريق الاول لكرة القدم بالنادي الاهلي تدريبات اليوم استعدادا لمواجهة الاتحاد السكندري في الدوري ولقاء الاياب مع النجم الساحلي التونسي في نصف نهائي دوري ابطال افريقيا. وكان الفريق قد حصل على راحة سلبية لمدة 48 ساعة عقب العودة من تونس يوم الاثنين الماضي، واستأنف تدريبات اليوم استعدادا لارتباطات الفريق المحلية والقارية. ويغيب عن التدريبات اللاعبين الدوليين بالمنتخب الوطني بالإضافة إلى علي معلول المنضم لمنتخب تونس. قرر حسام البدري المدير الفني للنادي الاهلي خوض الفريق مباراه وديه السبت المقبل مستغلا فتره التوقف الحاليه للدوري بسبب ارتباطات المنتخب لمواجهه الكونغو الاحد المقبل ضمن الجوله الخامسه من التصفيات المؤهله لمونديال روسيا 2018. ياتي هذا ضمن استعدادات الاهلي لمباراه الاتحاد السكندري يوم 12 اغسطس الجاري ضمن منافسات الجوله الخامسه بالدوري العام. ومن المنتظر ان يشارك في هذه المباراه اللاعبين غير المقيدين بالقائمه الافريقيه والذين لم يشاركوا مع الفريق في مباراة النجم الساحلي الأخيرة. طالب حسام البدري المدير الفني للفريق الاول لكره القدم بالاهلي تجهيز عدد من اللاعبين غير المقيدين افريقيا وعلى راسهم اسلام محارب تمهيدا للدفع بهم في مباريات الفريق المحليه والتي يستهلها الفريق الاحمر بمواجهه الاتحاد السكندري والمقرر اقامتها يوم 12 اكتوبر الجاري في بطوله الدوري العام. وغياب محارب عن مباراتي الاهلي الاخيرتين امام النجم الساحلي والترجي التونسي لعدم قيده افريقيا الا ان البدري يعول عليه الكثير في تدعيم خط الهجوم في الموسم الجاري خاصة بعد ظهوره بمستوى طيب فور انتقاله للفريق قادما من صفوف سموحة. يعود المغربي وليد أزارو مهاجم الأهلي من المغرب مساء اليوم الأربعاء وذلك بعد حصوله على إذن من الجهاز الفني بزيارة أسرته عقب انتهاء مباراة الأهلي والنجم الساحلي. ومن المقرر أن ينتظم أزارو في تدريبات الفريق غدا الخميس استعدادا لمواجهة الاتحاد السكندري في الدوري العام. أثبتت الأشعة التي خضع لها عبد الله السعيد لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي سلامته من الإصابة التي لحقت به خلال مواجهة النادي الأهلي أمام النجم الساحلي التونسي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا. وأظهرت الأشعة أن اللاعب مصاب بإجهاد في العضلة الخلفية وليس تمزق كما ظهر في التشخيص الأول لإصابة اللاعب. وبالتالي لن يغيب لمدة 45 يوما كما كان مقررا. ومن المقرر أن يحسم الأرجنتيني هيكتور كوبر المدير الفني للمنتخب الوطني مصير اللاعب من المشاركة في مباراة الكونغو في الجولة الخامسة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لمنهيات مونديال 2018 بروسيا والمقرر لها الأحد المقبل على استاد برج العرب بالإسكندرية.
أكد السيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي أنه سعيد بنتيجة الأشعة التي خضع لها عبد الله السعيد وإمكانياته لحاق بمباراة مصر مع كونغو يوم الأحد بالجولة قبل الأخيرة من التصفيات المؤهلة لمونديال روسيا. وقال عبد الحفيظ إن الأهلي لم يجرأ أشعة للسعيد بعد إصابته في لقاء النجم الساحلي التونسي في ذهاب نصف نهائي دوري الأبطال، وأوضح أن الإصابة كانت في العضلة الخلفية ولا يعلم مدى قوتها، وبالتالي فترة غيابه لم يتم تحديدها بعد. وأضاف: أتمنى أن يلحق السعيد بلقاء المنتخب مع الكونغو ويكون جاهزا تماما، خاصة وأن المنتخب أمامه هدف وهو تحقيق حلم التأهل لبطولة كأس العالم 2018. وأكد أن لحق السعيد بلقاء الكونغو بشرة خير للأهلي قبل مباراة النجم الساحلي يوم 22 أكتوبر الجاري في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا. عاد السيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي واللواء شيرين شمس المدير التنفيذي للنادي الأهلي إلى القاهرة صباح اليوم الأربعاء قادمين من تركيا بعد رحلة سريعة للمشاركة للشركة المصممة لملابس الفريق الأول. وقال عبد الحفيظ أنه قام برفقة اللواء شيرين شمس بمعاينة التصميمات الخاصة بملابس الفريق والاستقرار عليها سواء الخاصة بالمباريات أو التدريبات تمهيدا للبدء في تصنيعها وتسليمها للفريق في أول يناير القادم. نفى السيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تلقي أي لاعب بالفريق عروض احترافية خلال الفترة الحالية، مشددا على أن كل ما نشر حول تلقي بعض اللاعبين عروضا خارجية هو أمر غير صحيح. وقال عبد الحفيظ أن الجهاز الفني يرفض بشكل قاطع التفريط في أي لاعب الفريق خلال الفترة الحالية، مؤكدا عدم وجود أي عروض لأي لاعب حاليا. وشدد مدير الكرة على أن الفترة الحالية مهمة وتحتاج تركيزا تاما من الجميع داخل الفريق من أجل مباريات الدوري ولقاء العودة بالدور نصف النهائي ببطولة دوري أبطال أفريقيا أمام النجم الساحلي، ولا مجال أمام الجميع للتفكير في أي أمر آخر. اقترح الدكتور عمرو ابو المجد رئيس قطاع الناشئين والكابتن ضياء عبد الصمد مدير اكاديميات الاهلي بانشاء منتخب خاص لفرق الاكاديميات بضم العناصر المميزه للمشاركه في دوري منطقه القاهره. نتابع في التقرير التالي كيف يستفيد الاهلي من لاعبي الاكاديميات في الفتره المقبله. انا كنت مسؤول عن عده افرع في الاكاديميات قبل كده، فالشرزيت فالاشجار، وبعدين يعني حسيت ان الولاد احنا بنربيها في الاكاديميات المختلفه، وبعدين لما بيوصلوا لسن معين 11 سنه 12 سنه بيبتدوا يتجهوا لنوادي ثانيه اذا قطاع الناشئين ما خدهمش، وبالتالي احنا حسيت ان احنا بنشتغل للنوادي الثانيه، وبعدين الولاد دي لما بيبرزوا في حته ثانيه بنحاول نجيبهم. فالتفكير جالي لما اول ما مجلس الاداره عيني مدير عام الاكاديميات كلها، كلمت مع الكابتن عمرو بالمجد مدير قطاع الناشئين وعرضت عليه الفكره، قلت له احنا هنعمل تفكيري ان احنا نعمل منتخب للاكاديميات من كل الاكاديميات بتاعتنا الناس المميزين فيها، وانتوا بتشتركوا في المجموعه الف مع انديه الدوري الممتاز، احنا منتخب الاكاديميات هنشترك في الدوري به المسابقات اللي بتعملها منطقه القاهره، وبالتالي الولاد دي لما هتكتسب المهاره هتكتسب وهتزيد، وبالتالي نقدر نفيد بيها قطاع الناشئين على مدار الاعوام اللي جايه. انتماء للنادي الاهلي وحب النادي الاهلي مبادئ النادي الاهلي اللي احنا اتربينا عليها السنين اللي فاتت دي كلها، وبنحطهم يعني بندي لهم امثله كثيره قدوه ليهم
عشان يبقى مثل اعلى ليهم في كل مرحله سنيه. والحمد لله في استجابه كبيره جدا بالنسبه للاعبين، والحمد لله يعني مدربين، بشكر انا المدربين بتوع الاكاديميه على المجهود برضو اللي بيبذلوه معانا لتوصيل المعلومه ليهم، وفي الوقت نفسه بالحوافز اللي بيدوها للعيبه. والحمد لله احنا متفائلين ان شاء الله يعني بخطوه كويسه دي، المشاركه في دور القطاعات السنه دي، دور المجموعه ان شاء الله. وفي الوقت نفسه يعني مشاركه يعني كنا بنتمنى بنعملها من فتره، بس كان في بعض العقبات، انما السنه دي الحمد لله اتحللت، ونتمنى لهم التوفيق. وزاره مظهر مشرف شرف النادي الاهلي طبعا اضافه كويسه جدا للنادي الاهلي، لان الاكاديميه اهدافها الصعود للقطاع، ان اللعيبه الموهوبه اللعيبه الكويسه. ففكره كويسه من الكابتن ابراهيم ان هو برضك حاجه كويسه السنه دي ان هم يحتكوا احتكاك كويس ليهم في دوري براعم، عشان يبدا القطاع يبصوا كويس جدا ويبقى ينتقي المستوى المطلوب منه للقطاع اللي هو يبدا بندعم بيه طبعا الفريق الاول والمنتخب مصر الناشئين. وطبعا دي اهداف النادي الاهلي طبيعي، فحاجه كويسه جدا. والحمد لله في مجموعه كويسه جدا تبشر بالخير، وان شاء الله حاجه كويسه ان شاء الله السنه الجايه يكون في القطاع. دي مرحله التاسيس اللي احنا بنشتغلها مع الاولاد. طبعا بتنقسم الشغل الاكاديمي هنا على ثلاث اجزاء. المرحله الاولانيه طبعا بيبقى بنبص على الولد، لو عنده جزء مهاري بنبتدي نطلعه في الليفينات اللي احنا عاملينها. لسه جاي عايز يتعلم الاساسيات، بنديله بقى البرامج التخصصيه في الاول، المهارات الاساسيه، جري بالكوره، تعليم سيطره، استلم الكوره، ابتدي نشتغل معاه من البدايه. السنه دي هنعمل فرقه لل 2005 هتخش المسابقه ان شاء الله بالاهلي بيه يعني، وبنتمنى ان شاء الله ان الاولاد يوفقوا يعني وكده، وربنا يكرمهم لصالح العام وصالح النادي الاهلي قبل كل شيء. طب عندنا احنا ثلاث مستويات، الف وبي وسي، اي وبي وسي، كل مستوى بيبقى ليه المستوى بتاعه. في المستوى الاكبر اللي هو السي ده بيبقى متميز، ده اللي في الاخر بنختار منه الاهلي بيه. لاعب اكيد كل لاعب بياخد المهارات اللي هو بتناسبه كلاعب كوره في البدايات، يعني ممكن لعيب كويس قوي لا انا بديله ببدا معاه من فوق شويه، لعيب لسه بيبدا من تحت ببدا معاه من تحت الاساسيات، تعليم الباص، جري بالكوره، تغيير الاتجاه. انما في ولد بيجي لك عنده الحاجات دي، فبتبتدي تعلمه التحركات في الملعب وتدي له بقى جمل على اساسها يتحرك وينفذ تكتيك معين في الملعب. فاكيد المستويات بتختلف، وانت كمدرب تظهر قدرات كل لاعب حسب امكانياته من خلال التدريبات اللي بياخدها. انا احمد باشا اسماعيل، بلعب في اكاديميه النادي الاهلي من مواليد 2007، مركز هجوم. انا اسمي ادم رامي وبلعب في الاهلي وبقالي 3 سنين ومركز مدافع. انا اسمي ياسين محمد عويس، لاعب اكاديميه النادي الاهلي، مواليد 2008 وبقالي في الاكاديميه شهرين. تعلمت ازاي افص، وتعلمت حاجات كثيره من الكابتن هشام وكابتن مصطفى. اتعلمت الاخلاق والموهبه وكل حاجه حلوه. اتعلمت الباص والشوط وجميع الحاجات يعني. اتعلمت الانتزاع والموهبه، ويعني اتعلمت مهارات كثيره من النادي الاهلي. النادي الاهلي فريق كبير جدا، وان شاء الله ابقى في فريق اول. نفسي ابقى زي احمد فتحي، عبد الله السعيد، صالح جمعه، سعد سمير. أعلن نادي النجم الساحلي التونسي عودة المدافع رامي البدوي بعد شفائه من الإصابة التي تعرض لها وأبعدته عن مباريات الفريق في الفترة الماضية، على أن يتم تأهيله للحاق بمباراة الأهلي في مباراة 22 أكتوبر الجاري. وأكد النادي أن المهاجم البرازيلي دييجو أكوستا سيعود لقائمة الفريق في مباراة برج العرب بعد انتهاء إيقافه الذي فرض عليه من جانب الاتحاد الأفريقي لمباراتين، وهم لقاء الإياب مع أهلي طرابلس الليبي ومباراة الذهاب مع الأهلي المصري. أكد رضا شرف الدين رئيس مجلس إدارة نادي النجم الساحلي على أن فريقه جاهز لمباراة الإياب أمام الأهلي في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، مؤكدا على أنه كان يأمل في الخروج من المباراة أو مباراة الذهاب بدون تلقي شباك فريقه أي أهداف. وقال شرف الدين في تصريحات للصحف التونسية أن التأهل لم يحسم لأي فريق، وأن مباراة اسكندرية ستكون فاصلة والحظوظ متساوية بين الفريقين على الرغم من تفوق النجم بهدفين.
مقابل هدف في مباراة الذهاب بسوسة. وشدد شرف الدين أن الأهلي والنجم من أفضل الأندية في القارة الأفريقية، والمباراة بينهم صعبة ونتيجتها غير متوقعة. اكتملت صفوف المنتخب الوطني الاول امس الثلاثاء بوصول جميع اللاعبين المحترفين بالخارج والذين تم استدعائهم للانضمام الى صفوف الفريق استعدادا للقاء الكونغو يوم الاحد المقبل في الجوله قبل الاخيره لتصفيات كاس العالم. ويخوض المنتخب الوطني مساء اليوم تدريبه الثالث في استاد الجيش المصري ببرج العرب تحت قياده مديره الفني هيكتور كوبا. وكان المهندس هاني بوريدا رئيس الاتحاد والمشرف العام على المنتخب قد حرص على التواجد مع المنتخب في معسكره الذي بدأ منذ يومين لمؤازرة اللاعبين والجهاز الفني. قرر مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة هانيا بوريدا صرف مكافأة الفوز على أوغندا في الجولة الرابعة بتصفيات المونديال وقدرها 16,000 جنيه لكل لاعب مساء يوم السبت المقبل أي قبل 24 ساعة من مباراة الكونغو، وذلك لتحفيز اللاعبين قبل مواجهة الكونغو لتحقيق الفوز في هذه المباراة المرتقبة. ويعقد بوريدا جلسة مع اللاعبين مساء السبت لتحفيزهم كما هو معتاد ليلة كل مباراة على أن يتم صرف المكافأة بعدها. يذكر أن مجلس الجبلية بالكامل سيتوجه غدا إلى الإسكندرية من أجل دعم المنتخب والجهاز الفني في التدريبات حتى موعد اللقاء الأحد المقبل. قرر مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة هانيا بوريدا تأجيل الرد على الاتحاد الإماراتي بشأن إقامة مباراة ودية بين المنتخبين إلى ما بعد مباراة الكونغو بالتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2018 بروسيا. وقال سيف زاهر عضو مجلس اتحاد الكرة أن هناك ترحيب بمواجهة الإمارات وديا، ولكن كل التركيز الآن على مباراة المنتخب أمام الكونغو لتحقيق حلم المصريين الغائب. أكد أشرف صبحي المدير التنفيذي للشركة المنظمة لمعسكر منتخب الكونغو في مصر إن المنتخب الكونغولي سيصل صباح السبت المقبل على متن طائرة خاصة وستوجه مباشرة إلى مطار برج العرب. وأضاف أنه من المقرر أن يسبق البعثة نائب وزير الرياضة الذي يصل القاهرة غدا الخميس نافيا ما تردد عن تفكير المنتخب الكونغولي في الانسحاب من المباراة. رفضت الجهات الأمنية طلب اتحاد الكرة بطبع تذاكر إضافية لمباراة مصر والكونغو يوم الأحد المقبل بملعب برج العرب رغم أن ساعة الاستاد الرسمية 85,000 متفرد. جاء الطلب بزيادة العدد بعد اختفاء التذاكر المطروحة في المنافذ وتمسك مسؤولي وزارة الداخلية بالعدد المسموح له بحضور المباراة وهو 60,000 مشجع. كانت حالة من الغضب قد سيطرت على جماهير الكرة المصرية عبر وسائل التواصل الاجتماعي بسبب نفاد تذاكر المباراة فور طرحها في الأسواق. يصل طاقم تحكيم مباراة مصر والكونغو إلى القاهرة بقيادة الدولي الجامبي بكاري جسامة بعد غدا الجمعة. وأكد علاء عبد العزيز مدير العلاقات العامة في اتحاد الكرة أن طاقم التحكيم سيصل القاهرة وسيتوجه بعدها إلى برج العرب
مباشرة، مضيفا أن طاقم التحكيم واحدا من أفضل الأطقم التحكيمية التي تدير مباريات في القارة الأفريقية. أنا الالتزام دايما بتعلم، بتحرك، ببص لقدام، بجري مش بس عشان حياتي، بحب الكورة، بطير بحلمي، وعندي هدف. إلى متابعة الألعاب الأخرى، يختتم فريق ناشئات كرة اليد مواليد 2000 بالنادي الأهلي استعداداته لانطلاق الدوري بمباراة ودية أمام فريق ناشئات الزهور مواليد 2000 اليوم الأربعاء على ملاعب النادي الأهلي بمدينة نصر. وأكد سامح لبيب مدرب الفريق أن الفريق استعد جيدا لانطلاق الموسم الجديد رغم المعاناة من النقص العددي منذ بداية فترة الإعداد لتواجد 5 لاعبات من القوام الأساسي مع منتخب المرحلة السنية ذاتها، والذي فاز ببطولة الأمم الأفريقية مؤخرا، واللاعبات 5 هن رنا راضي وليلى محمد وحبيبة حسن وفريدة حسن وشهد الشواربي. وأضاف لبيب أن اللاعبات عدنا للفريق بعد 10 أيام، ولتحقيق الانسجام مع باقي الفريق خاض الأهلي لقاءين وديين مع الفريق الأول لنادي هولوليدو والفريق الأول للجزيرة، وحقق الفوز في المباراتين. تشارك فرق اسكواش الاهلي ببطوله نادي الصيد والمقرر اقامتها في الفتره من 5 إلى 10 أكتوبر الجاري. واكد ناصر زهران المدير الفني لاسكواش الاهلي ان النادي سيشارك في البطوله ب 70 لاعبا ولاعبه في جميع المراحل السنيه. نذهب إلى فاصل سريع ونرجع لحضراتكم لاستكمال نشرة أخبار الساعة 6 مساء. إلى جولة في الملاعب العالمية، يسعى النجم البرازيلي فليبي كوتينيو للانضمام إلى برشلونة الأسباني، وذلك على الرغم من فشل عملية انتقاله إلى النادي الكتالوني الصيف الماضي. وقالت صحيفة موندو ديبورتيفو الكتالونية أن كوتينيو يواصل مع إدارة برشلونة وبعض اللاعبين في الفريق مثل مواطنه باولينيو ولويس سواريز مهاجم الفريق، وستكلف الصفقة نادي برشلونة 110 مليون يورو من أجل إتمامها في يناير المقبل. يستعد توتنهام الانجليزي لرفض العرض المقدم لمهاجمه الانجليزي الدولي هاري كين من ريال مدريد الاسباني. وقدم ريال مدريد عرضا بقيمه 177 مليون يورو لضم المهاجم البالغ من العمر 24 عاما الصيف المقبل. وذكرت الصحيفه البريطانيه ان توتنهام يستعد لرفض العرض والحفاظ على لاعبه المرتبط بعقد حتى نهايه 2021. يرغب تشيلسي الانجليزي في تدعيم صفوفه خلال شهر يناير المقبل، وذلك من اجل اقناع المدرب انطونيو كونتي بالبقاء في النادي.
وذكرت صحيفة ديلي ميرور أن إدارة تشيلسي تسعى للتعاقد مع المدافع البرازيلي أليكس ساندرو من يوفنتوس الإيطالي وأليكسيس شانشيز من أرسنال. وكان كونتي قد دخل في خلافات مع الإدارة خلال الصيف الجاري بسبب عدم تلبية كل متطلباته في موسم الانتقالات. أكد جيرارد بيكي مدافع منتخب أسبانيا وبرشلونة أن رأيه الشخصي في قضية انفصال كاتالونيا عن أسبانيا معروف للجميع ولن يغيره. وقال بيكي أنه لاعب كرة قدم لكنه في النهاية بشر ولديه رأي في كل ما يدور حوله، وأن رأيه هو تأييد انفصال كاتالونيا عن أسبانيا. أضاف بيكي أن علاقته مع زملائه في المنتخب على ما يرام، وخاصة سيرجيو راموس مدافع ريال مدريد الذي تدور الكثير من الشائعات عن وجود خلافات بينه وبين بيكي. وجه الاتحاد الأوروبي لكرة القدم اتهامات بالسلوك العنصري لجماهير سبارتاك موسكو الروسي، وذلك خلال مباراة فريق الشباب أمام ليفربول في بطولة دوري أبطال أوروبا لفئة أقل من 21 عاما. وقامت جماهير سبارتاك الموجودة في الملعب بتوجيه هتافات تسيء للاعب ليفربول الشاب بوبي إديكاني خلال سير أحداث المباراة. يذكر أن تلك الوقائع هي الثانية لسبارتاك موسكو خلال شهر واحد فقط، وذلك بعد رفع جماهيره لافتات مسيئة للاتحاد الأوروبي خلال مباراة الفريق أمام ماريبور السلوفيني في جولة أبطال أوروبا لكرة القدم. أكد أولي هونيس رئيس بايرن ميونخ الألماني أنه تحدث مع بيب جوارديولا مدرب الفريق السابق والمدرب الحالي لمانشستر سيتي الإنجليزي، وذلك بخصوص المدرب الجديد للفريق خلفا لكارلو أنشيلوتي. وقال هونيس في تصريحات نقلتها الصحيفة الألمانية أنه التقى بجوارديولا من أجل النقاش على اسم المدرب الجديد، وأن المدرب السابق أبدى إعجابه باختيار الإدارة المدرب الذي سيخلف كارلو أنشيلوتي. وكان بايرن ميونخ قد أقال مدربه الإيطالي كارلو أنشيلوتي من منصبه بعد الخسارة بثلاثية نظيفة أمام باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا. تنطلق غدا الخميس مباريات الجولة 17 لتصفيات كأس العالم 2018 المقرر إقامتها بروسيا. وتفتتح التصفيات غدا بمباراة بوليفيا والبرازيل المتأهلة إلى النهايات، فيما ستشهد مباراة الأرجنتين وبيرو حضورا جماهيريا لافتا من جانب رابطة مشجعي بوكا جونيورز، حيث سيتم منع كبار السن والعائلات من دخول المباراة. وفي باقي المباريات تواجه فنزويلا وأورجواي وكولومبيا وباراغواي وتشيلسي والإكوادور. تابعت أخبار الأهلي في الصحف والمواقع، والبداية من بوابة الأهرام. الأهلي يستأنف تدريباته بدون الدوليين. وفي الأخبار البدري خسارتنا أمام النجم مرضية ولم أختلف مع صالح جمعة. وفي المصري اليوم الأهلي يراقب عمر السعيد واختبار طبي للشيخ. وفي الشروق مفاجأة الأشعة تثبت سلامة السعيد.
وفي الوفد الأهلي يعود إلى تدريباته بعد يومين راحة. في الجول متعب تحية لجماهير في مباراة القطن من أهم لحظات حياتي. يلا كورة، ثلاث أسباب تجعل صالح جمعة الوريث الشرعي لعبد الله السعيد. وفي كورة، كوبر يدرس الاحتفاظ بصالح جمعة بديلا في موقعة الكونغو. دوت كورة، متعب أتمنى الاعتزال بعد التتويج ببطولة كبيرة. وقبل ختام نشرتنا مع فقرة زي النهاردة. زي النهاردة 4 أكتوبر عام 1974 الأهلي يفوز على المنصورة بهدف نظيف ضمن الأسبوع الخامس من بطولة الدوري الممتاز موسم 74-75. سجل هدف الأهلي محمود الخطيب وتوج الفريق بطلا للدوري للمرة 12 في تاريخه. إلى هنا تنتهي نشرة أخبار السادسة مساء من قناة النادي الأهلي. دمتم في أمان الله.